أهلا وسهلا بكم أصدقائي إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات الموقع الأول. في هذه الحلقة سوف نتعرف على طريقة حل مشكلة الزغبار أو ما يسمى التشويش الذي يكون في الشاشة. أحيانا نكون نعمل على الشاشة فنلاحظ أن هنالك وجود بعض التشويش البسيط في الشاشة أو بعض التمويجات البسيطة في الشاشة. ما حل هذه المشكلة وما هو سببها؟ أولا أصدقائي، هذه المشكلة لها سببان أو ممكن أن نقول ثلاثة أسباب. السبب الأول طبعا نريد العلاج البسيط يعني وبالتالي إلى الأكثر كلفة. بداية نقوم بتجريب تبديل كبل الشاشة. نعم، الكبل الخاص بشاشات LCD قابل للفك من الطرفين، نقوم بتجريب تبديله. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية نتأكد من كرت الشاشة. كما نلاحظ هنالك توجد المكثفات كما نعرفها الموجودة على كروت الشاشة جميعا. هذه المكثفات مع الوقت تتعرض للتنفيخ أو تتعرض للتلف مع الوقت. هذه المكثفات إن تلفت أو نفخت يعني أصبحت منفوخة، تلاحظ أن هذا المكثف هكذا بهذا الشكل هو غير منفوخ، ولكن قد يتعرض للتنفيخ من الأعلى أو تجد عليه شقوق، تجد عليه أنه متشقق. في هذه الحالة يكون هذه المكثفات بحاجة إلى تبديل عند أي أخصائي إلكترونيات، يقوم بتبديلها، وبالتالي سوف تتخلص من الزغبار على الشاشة أو التشويش البسيط أو الخطوط على الشاشة. الحل الأخير هو تبديل الشاشة. قد تكون الشاشة تالفة، ولا نجزم بهذا الشيء إلا بوضع شاشة على كمبيوتر آخر، بوضعها على كيس كمبيوتر آخر نتأكد أن الشاشة ليس بها عطل. إذا قمنا بتبديل الكبل بداية، ثم التأكد من أن مكثفات كرت الشاشة ليس بها أي عطل، وبالنهاية نقوم بتجريب الشاشة على كيس آخر لكي نتأكد أنه ليس بها عطل. هذه حل مشكلة التشويش الذي يكون على الشاشة أو الزغبرة البسيطة على الشاشة. شكرا لكم أصدقائي، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة من حلقات الموقع الأول.